بي اف ام اوتوراديو ميلا بن يوسف. صباح الخير، صباح الورد لمستمعي اي اف ام احلى راديو انتم تسمعوا في اوتو راديو حتى للعشرة. ليميسيون نحكيو فيها على الكراهب، على سبور ميكانيك، على الفورمولا، ونعطيكم دي كونساي باش تصلحوا كراهبكم. اليوم في شفامة جديد باش نحكيو على احصائيات بيع السيارات في تونس العام 2020 حتى لشهر نوفمبر، باش نحكيو على الحمله لمقاطعه معلوم الجولان في تونس، باش يكون معانا ضيفنا رائد بكار مدير تجاري كاربرو سوزوكي. في الكونساي اوتو راديو باش نقدموا لكم نصائح وقتاش لازم تبدلوا ليزامورتيسور نتاع الكهرباء، وكي العاده باش نعملوا حوصله على الفورمولا في سنه 2020. انتم تسمعوا في اوتو راديو من 9 للعشرة نتاع الصباح مع ميلا بن يوسف. اليوم معنا كالعادة أمين في الغيليزاسيون، كنزة في الديجيتال، وبيان سور معنا محمد بن عاشور نوتر كرونيكور. بونجور محمد. صباح الخير ميلا، صباح الخير لكل مستمعينا. مرحبا بك. معنا زادا جاسر، مرحبا بك جاسر. صباح الخير ميلا، صباح النور لكل مستمعي اي اف ام. مرحبا بكم الكل. توا نتعداو تو سويت لاش فما جديد. حسب الإحصائيات المبيعات في تونس في 11 شهر لسنة 2020 فما ارتفاع ب 16% في شهر نوفمبر مقارنة بنوفمبر 2019، ارتفاع ب 0.25% بالنسبة لعام 2019. في المرتبة الأولى نلقاو إيشوزو ب 4372 سيارة، باغ كونتخ فما انخفاض ب 17% بالنسبة لسنة 2019. كيا في المرتبة الثانية ب 4303 كراهب، ارتفاع ب 12%. بوجو جي في المرتبة الثالثة، ارتفاع ب 6%. محمد دي سوجو كالعادة في المرتبة الأولى. الكيا نجمو نقولو فكت بلاصتها في السوق التونسي. اي ميلا، ان فيت كيا كهرباء كوريان، والتونسي من الاول كان عنده دي زابريونسيون عليها، ومن بعد بشويه بشويه لقات بلاصتها. الوفر ان بون رابور كاليتي بري على 4300 يونيتي اللي تباعوا، وباللي 12% ديفوليسيون بارابور ل 2019، منهم 2100 كهرباء في الكيا ريو 5 بلاس. الكيا ريو 5 بلاس كي ابارتير دو 50000 دينار، اللي سي فريمون اون فواتور لي صغيره لي كبيره، بون رابور كاليتي بري، وان بليس لا غارونتي 5 ans مهمه ياسر بالنسبه للتونسي جو بونس في الاشاب تاعو. لي جابونيز الكل. وي لي جابونيز الكل، هما لي ازياتيك جينيرالمون. شفنا اون ايفولوسيون باهيه في العام 2020 بارابور ل 2019، اما عندك لي كوريين اون بروميير بوزيسيون، بعدهم لي جابونيز، بعدهم لي شينواز. تويوتا في لي جابونيز، لي جابونيز اكثر واحده. نتعداو للخبر الثاني. حملة ريناها على لي ريزو سوسيو تدعو إلى مقاطعة خلاص معلوم الجولان. سورمون راكم شفتوا ناس كل لي فوتو اللي قاعدين يبارتاجيو فيهم نشطاء على الفيسبوك، يقولوا اللي ما فماش علاش باش نخلصوا البنيات، واللي حالة كيساتنا والحفر قاعدة تضرب كراهبنا، ما فماش حتى تحسن من عام لعام، الحالة قاعدة تدهور. نشوفوا في لي زاكسيدون سورتو كي تصب الشتاء نلقاو برشا حفر، وكل مرة نشوفوا كرهبة غاطسة في حفرة في الماء. اي ميلا، ان فيت لي جروب داكتيفيست اللي قاعدين يرموا سير لي ريزو سوسيو قاعدين يهبطوا في تصاور تاع الكيسات كيفاش فيهم محفر على التروتوار، كيفاش مكسرين، على كيفاش فما ما فماش ضويت، كيفاش برشا حاجات نورمالمون بالبيمون تاع لي فينيت اوتوموبيل نورمالمون الدوله تصرف على التحسين هذايا بور نوتر سيكوريتي وبور زاده باش كرهبنا ما تكسرش. انا مانيش مع ما نخلصوش الفينيت، اما حقيقه ان شاء الله المره هذه كي نخلصوا الفينيت ان شاء الله الدوله تستعمل الفلوس هذوكم باش تحسن ليتار تاع الكيسات لو بلو تو بوسيبل، خاطر الحفر والكيسات دوما تصب الشتاء تولي ديزينونداسيون، سي فريمون ان بروبليم دو سيكوريتي قبل كل شيء. صحيح احنا يلزمنا نخلصوا الفينيت، احنا مع انا نخلصوا الفينيت، اما لازمنا نشوفوا نتيجه، نشوفوا ريزولتا، نشوفوا كيسات اللي هي نجموا يمشوا فيها بكرابنا، مش واحد يبدا يمشي في الكيس باف يلقى روحه الكرهبة تتكسر. نتعداو للخبر الثالث. الخبر الثالث هو لي فونت اون لين. فما كيما تعرفوا بالكريز كريز سانيتير الكوفيد، تعرفوا اللي فما كونفينمون سورتو في الاوروب، عندهم برشا توا الفاغ الثانيه، دونك كل شيء ولا اون لين. وهذاك اللي صار مع لي كونستركتور اوتوموبيل اللي هما اتجهوا للي فونت اون لين،
ولاو يبيعوا في الكراب اون ليني. محمد تشري كرهبة اون ليني؟ الحق تاع ربي جنس جون بونس با اليوم انا نشري كرهبة اون ليني ريالمون، اما هو سي فريمون حاجه طيارة على الاخر. كان نوصلوا نهار في تونس تولي فما لا بوسيبيليتي عند السيت ولي لي باج فيسبوك تاع تاع لي كونستركتور يكونوا اسي دوكيومونتي و اسي بيان و اسي بريسي في التصاور في لي انفورماسيون كونسيرنون لي موديل واحد كل شيء. جو بونس نهار توصل بشويه بشويه تولي عندك لا كونفيونس نيسيسير و باش تشري كهرباء اون ليني. اما نتصور انا حاليا فما اقبال، راهو البرا فما اقبال. بي اس ا لا مي اون بلاس الحاجه هذي و اسكي باغي سا مارش سا مارش. حتى بورش توا باش تولي تبيع اون ليني، هما هذيا كلها حكايه ثقه ثقه. وقلت لك لازم فريمون التصويره وليزانفورماسيون الكل موجودين على الكرهبه. دونك حكايه ثقه، دونك انت تبدا سيغ اللي الحاجه اللي باش تشوفها هي بيدها اللي باش تجيك اللي هي باش تلقاها. اكزاكتومون. فوالا توا نخرجوا بوب وراجعين. ماليسي عتين محمد السياري يحكي لنا على القضايا اللي هزت الراي العام في تونس والعالم. الشرطه تلقات بلاغ يقول ان المنتج السينمائي ورجل الاعمال اونري كايل اقتل في داره. وبالطبيعه وقت اللي يجي بلاغ من بلاصه كيما بلاغ، البوليسيه يجيو يجريوه فاتا ورات، عكس البلاغات اللي تجيهم من الاحياء الشعبيه والفقيره. مع الخمسه متاع العشيه البوليس اللي كان موجود في الاستقبال تجهر يشوف في مراه قدامه طويله سروله كملت الزين وجايه مصرار، عينين خضر يغرقوا بلانسي حارق وشعر اصفر بسبسب رابط على كتاف. ايش نيا القنبله؟ البوليس فرك عينيه مرتين باش يصفي في ناراته ويراها مليح. تفضل يا لله تفضل، باش نجم نعاونوك. نهج تريبيونال. سمعة هذه مع ناتيلي، تمتع بالبرومو وذوق الشوكولاتة الأصلية. على كل أربع كعبات ياغورت ديسير شوكولا ليجوا مونتاني دوغو خوذ الخامسة بلاش. ميلا ما تفلتش الفرصة باش تتمتع بالجام ديسير متاع ناتيلي. عرض صالح لغاية 31 ديسمبر. ناتيلي بمحبة. Azure City يستدعاكم لانيفرسير الأول ويحط على ذمتكم 3 فيترين أغانيه. طلع قيمة الفيترينة واربح اللي فيها الكل من إلكترو ميناجي، لبسة وأكسسوارات وبرشة كادوات أخرين على كيف كيفكم تستنى فيكم. مالا نتقابلوا في Azure City بونليو سود أوتوغوت A1 من 18 ديسمبر 3 جانفي واربح الفيترينة اللي على كيف كيفك. Azure City، الدنيا على كيفك. خاطر هابينس أحلى بيكم وديما تخمم باش تقرب ليكم. بديت في النصر والمرسى وجديد في لاك توا تجيكم. مالا استناو برشا مفاجآت في الافتتاح نهار 24 ديسمبر والمدة جمعة كاملة. تمتعوا بدي برومو على جميع المنتوجات. هابينس أن بليزير بارتاجي. أدريس رو دو لاك بيوا باساج دو لاك ملاوي تونس. يفان أحلى ضحكة. غرغرو بيه ولا سحولو مخو هذاك؟ أنا غرغرو بيه نتاعك، شنو هي اللغة غرغرو بيه؟ نقولوا غرو بيه وغسلوا له مخو. أي غرو بيه وغسلوا له مخو، سامحني ما عشت في أمريكا وتغربت نسيت شوية اللغة. بالله قداش قعدت في أمريكا أنت؟ جمعتين. أوه كثرت لها من الغربة. انتم تسمعوا في اوتو راديو من 9 ل 10 نتاع الصباح مع ميلا بن يوسف. مرحبا بكم من جديد في اوتو راديو، ما زلتم مواصلين معنا حتى للعشرة. نذكركم اللي تنجموا تجاوبوا على السونداج لانسينيتا وعلى الفيسبوك والانستغرام وتجاوبونا على سؤال. تخير تركب في تاكسي قديمه ولا تاكسي جديد؟ باهي تعديو تو سويت لضيفنا معنا في الاستوديو رائد بكر ديريكتور كوميرسيال كاربرو سوزوكي لو كونسيسيونير دو سوزوكي في تونس. مرحبا بك. مرحبا بك ميلا، مرحبا بالحضور الكريم، مرحبا زاد بالمستمعي اي اف ام راديو. مرحبا بك. دونك سوزوكي حقت احسن المبيعات لشهر نوفمبر 2020 وهذه اول مره يظهر لي في اربع سنين. اكزاكتومون. شنو أكثر موديل اللي يتباع في نوفمبر 2020؟ هو أكثر موديل تباع في نوفمبر هو لا سويفت، تليها من بعد الدزاير اللي خرجت هذا. إذا أون دي فالكون احنا تو لي فونت في نوفمبر، فما زاد لا سيليريو كي أبري زاد كون ميم بارتي كبيرة زاد من لي فونت نتاعنا، كو سو سوا بالنسبة للسيليريو أون فاتور بوبيلار وإلا الأوتوماتيك لي دو. Sinon, on a touché à tous les segments pratiquement sur, sur toute la gamme.
كام كامل كام كامل عرفت مبيعات قياسيه الشهر اللي فات وحتى ميم سور توت لاني اون ا في ان تري بون ريزولتا بار رابور كومباري ا 2019 et à 2018 on a les chiffres ont flambé en vente. Pourtant, mal le Covid ou la crise exactement, sanitaire. Exactement. Pourtant, mal Covid, oui, oui, exactement. Mm-hmm. Pourtant, mal Covid, on a vu que les ventes internes, ils ont passé de 2089 ventes de voitures vendues en 2019. Ce n'est jusqu'à aujourd'hui, on est à, au-delà de 2800 voitures vendues. Mm-hmm. Malgré que l'AM, finalement, c'est 10 mois. Mm-hmm. Parce qu'on a connu, comme tout le monde, 2 mois de confinement. Mm-hmm. Donc, dans le cas, là, les ventes, ils ont flambé. Bon. مش سر كبير في الحكاية لا سي لازم فما سر النجاح هذا يدل اللي سوزوكي كسبت ثقة التوانسة اكزاكتومون اكزاكتومون هي من جهة بون هي المتفرج في المشهد من بعيد باش يقول انه كسبت ثقة التوانسة ولا ريوسي على فوار على فوار سيت كونفيونس او بو دو 4 ans rapidement مي هو فما زوز اسرار في الحكاية. Mm-hmm. C'est que dans le groupe UTIC, on sait bien exploiter les compétences. Mm-hmm. Donc, stratégie Jida, stratégie marketing Jida. Voilà, il y a stratégie commerciale et marketing et c'est un bon management. Donc l'exploitation des compétences, les SART, ou Tawdif, les compétences MTAC, Tawdif et Behil, les compétences MTAC, ou les Khal, les résultats, ils ont suivi, ça d'une part. Lorsque tu as un très bon produit, qualité, surtout en, techniquement, et que tu sais qu'est-ce que tu as finalement c'est un marché prix Tunis. Donc ou tu sais tu as un très bon rapport qualité prix donc certainement le Najah Pichiko. Bien sûr évidemment suivi par un très bon service après-vente Lyoum on parle de disponibilité de pièces de rechange permanente. On n'a pas eu de rupture, on a bien géré notre stock de pièces de rechange donc derrière il y a un service après-vente il khdem zada pour bach accepter de Tunis. Surtout donc مهم ياسر انهم لي بيس يكونوا متوفرين موجودين évidemment d'une façon permanente on n'a pas connu de rupture de stock fait les pièces de rechange on a un très bon on a un très bon service après-vente surtout en intervention dans les interventions rapides et les interventions permanentes donc c'est ce qui a fait que Lyoum on voit ce résultat là ce résultat ménage mi kon la thiq twansa fi le produit هذا اللي جرب واللي واللي دوبوش اوراي اليوم معناتها الكهرباء قاعده تتباع واقتنعوا بها التوانسة اكزاكتومون اكزاكتومون باهي شنو لي موديل اللي موجودين عندكم اليوم متوفرين هو احنا لافونتاج زاد الاكبر في الجامه نتاعنا سي كو براتيكمون توش ا تو لي سيغمون allons de A à D nous avons la Celerio qui existe en deux versions en populaire et en automatique hors 4 chevaux hors populaire plutôt la Swift qui est la Swift et la Desire qui sont les deux modèles phares là les hommes les deux chevaux de bataille internes qui ont connu maintenant les meilleures ventes sur toute l'année et qui ont pris la grande partie de nos ventes sur l'année bien sûr nous avons des particularités fait le gamme interne c'est que nous on a le micro SUV le mieux positionné du marché il y a l'Espresso qui a connu un exploit énorme il y a 160 voitures qui ont débarqué qui ont été vendues en une semaine Lyoum en compte ça fait deux mois le débarquement de 160 voitures vendues en une semaine Lyoum nous continuons à enregistrer des commandes à hauteur de pratiquement on est à plus que 200 commandes pour les débarquements à venir sont toutes vendues déjà c'est un exploit la gamme a des particularités sur le marché parce que pour nous on présente le seul minivan Fitoun l'Artiga 7 places pratiquement c'est le seul 7 places en Tunisie Kif Zeda qui a connu un exploit parce que à partir du moment que vous avez des débarquements qui sont vendus à l'avance donc surtout avec un très bon produit qualitativement et techniquement parlant Karabal est très bien équipé à un prix pratiquement imbattable Karabal dans les 68 000 avec un 7 places les aglabites les familles nombreuses Lyoum a un problème nombre de sites fait le Karabal donc halat eshkali kbira بالنسبه للبرشانيس اثنين les deux modèles ZK vraiment symbolique de la marque la Jimny l'ex samouraï qui connaît sa 5e génération avec nous ça fait un an et demi qu'elle vient de débarquer fait sa 5e génération c'est le précurseur des 4x4 dans le monde mais là où le mabdet
parce que Suzuki زاد Suzuki c'est le précurseur de 4x4 من اول الدنيا ما ننساوش اللي Suzuki مازال كي عملت 100 ans d'existence في العالم اليوم la Vitara زاد en SUV lorsque نتعداو les SUV اليوم on connaît un modèle في العالم اللي c'est un historique معناتها Vitara c'est un SUV اليوم dans une 5e génération Z2 même avec un moteur 140 chevaux turbo. C'est un moteur très coupleux, carabat très bien équipé, en version full, en positionnement prix, c'est un très bon positionnement prix Lyon. Mm-hmm. Donc c'est ce qui a fait que toute la gamme elle est cohérente, elle touche à tous les segments, elle touche à tout la douane. Les prix sont très compétitifs, ils sont très bien calculés, on a bien choisi, on a bien misé sur ce point-là, parce que nous savons que, à part que techniquement, Lyon Achaï, Léa Suzuki, elle a fait ses preuves dans le monde entier. Lyon, elle débarque, ça fait 4 ans. Femme Serge Kbir, comment elle arrive à se positionner. Lyon, on est sur le marché VP. On arrive à décrocher la 4e place en classement. Lyon, Serge, surtout que en débutant, Lyon, quand même, ça reste un début. Les 4 ans, ce qui est à venir, c'est Asap. Se maintenir sur ce podium-là, Serge. اثنين وانه اليوم اني افيك لي موك سيتيرمون باش تسالني على نفس الحاجه وانه تقول لي انت اليوم فوت ريزو اليوم اون كوني نوت سيج سور تونس افيك دو اجونس كي اون فيو لو جور سا في دو زون التالي اليوم نابل اي سوسا افيك لاجونس كنيوا كاب اوتو اي لاتيري اوتو سيرفيس في سوسا تري بيانتو زاد نو زورون دي نوفوتي ان شاء الله سور 2021 بي المستمعين يبعثوا لنا يحبوا يعرفوا الفيش تكنيك نتاع السويفت احكي لنا على لي زيكيبمون اللي فيها سومها لا اون بارل دو موديل كي لو موديل لي دو موديل بون الموديل سويفت سي داول ديزاير كي اون كونو لي ميور فونت سور سينوت ريزولتا ان فيت سويفت اي بريزونت شي نو سور بلوزيور فينيسيون Donc, comme je l'ai dit, on essaie de toucher à tous les modèles, plutôt dans le même modèle à tous les véhicules. Donc, l'Hume Swift, elle débute avec un prix de 42 900, allant MGL, GLX, la finition GLX et la finition GLX SLDA. La finition GLX SLDA qui est la plus équipée, qui est. Nos moteurs, c'est alcool, c'est des moteurs 1 litre 2, 4 cylindres, chaîne métallique. Le carabal est très bien équipé, qui roule très bien équipé avec les jantes alu 15 pouces, le radar de recul, la climatisation automatique, la clé intelligente, le start-stop, l'abattement électrique du rétroviseur et fermeture centrale à distance, le Bluetooth, l'USB, l'écran avec mirror link screen, la caméra de recul. Donc le carabal est bourré d'équipement à un prix très compétitif. Sur la GLX à 46 900, voyons sur les à partir de 46 900, c'est le prix de la GLX. La GL, l'entrée de gamme de la Swift, elle est à 42 900. La plus équipée, elle est à 48 900. Bien, كيفاش باش تعملوا باش تحافظوا على المرتبه هذه وعلى النجاح هذا خاطر ماهوش سهل خاطر هو المرتب معناتها كل مره كل شهر وكيفاش المبيعات Bon, je dirais que les maratibs ou les mabirats, c'est la disponibilité de la voiture. Nous sommes un des acteurs Lyon avec un système de quotas qui règne sur tout le monde. Donc la disponibilité des voitures, elle dépend bien sûr des débarquements, des enchaînements et des mises en production selon les quotas, les handes de Colchar, plutôt que le trimestre. Donc Lyon, pour تحافظ هو يمكن مسهل انك توصل للقمه في وقت المقاطع اذا كان نجم نسميه قمه بالنسبة لنا احنا سي ان ميراكل سي ان ميراكل سي اون امبيسيون كبيره تحطت وحلمه كبيره عملت من 2016 اليوم الحمد لله اون سيستيم هورو دافوار سو بوزيسيونمون لا باش تحافظ عليه اليوم تعدينا مرحله الفونت ولي شيفر دو فونت والكلاسمون اليوم لو بلوز انتريسون بور نو سي دو مانتينير لا كاليتي سورتو دو سيرفيس اليوم لازم تخدم على كاليتي دو سيرفيس دون بار اثنين لازم تخدم على بروكسيميتي دايور سي سكي اكسبليك احنا جوسكا مانتنون هو سيتي اختياري راهو شيء وانه اليوم معناتها محلينا كان دو اجونس نابل سوسا باسكو اون سو فوا اون فوا كو اون بونس كو زاد كو يتو فو دو تان بور كونستروير ان بارك دونك سي معناتها انت نجاحك من نجاح لاجون ونجاح من لاجون اللي باش تشجعوا بور انفستير باش تنجح انت اليوم اون اوفر با اربيتريرمون لي اجونس اليوم او كونترير وقت اللي تشوف انه
بدات تسمح الحكايه ويزمك البروكسيميتي تقرب اكثر باش تقرب للكليون تاعك اكثر دونك لا تو فا شيرشي دوتر 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 نوفيل اجونس دونك تري بيانتو ان شاء الله سور 2021 اون اوفريرا سفاكس سور جانفي 2021 سي اون اي ان فاز دو فيناليزاسيون دو سيت باش تنجح لازمك تخدم على الكاليتي دو سيرفيس على البروكسيميتي كليون تقرب ليكوت دو فو كليون تحاول توفر اكثر ما يمكن من لي زاتونت نتاعهم ان شاء الله دون لو فيتور بروش اي دايور سا سيكسبليك زاد بار لي نوفوتي ان شاء الله اللي ان 2021 نوزون عندكم دي موديل جدد باش يجيو سيرتينمون سا فاز ديفوالي او فور ا ميزور ان شاء الله سور 2021 اللي يورا دي موديفيكاسيون في الجام اللي يورا دي نوفوتي هيلي افيك بلوس ديكيبمون اون بارل دو بلوس ديكيبمون دي ستيلاج جدد Suzuki hybride électrique واقتاش في تونس certainement باش نسيروا العصر معناتها كي الناس كل هو شي سوزوكي شي اس ام سي سوزوكي او جابون sinon c'est chez Maruti en Inde le produit y est كيما العاده كيما قلت من بكري انه قاعدين نتحركوا بكل ثقه certainement في البرودوي نتاعنا مي سورتو اون شيرش ديما لو مومون اوبورتان Le produit y est, le produit موجود. Donc, déjà, les محادثات حتى مع الشركاء نتاعنا في اليابان ولا في الهند قاعدة مستمرة dans ce sens. On veut bien que l'introduction serait, inshallah, je dirais, très bientôt. Franchement, parce que tout dépend de plusieurs facteurs. Dima, tu as fait les modèles, tu as fait les bornes de recharge. D'ailleurs, le verre, on a fait une très belle news البارح que la SNDP et la STEG ils ont signé un commun accord pour le montage des bornes inchallah partout dans les stations agiles c'est un plus le bled اليوم فما لوه قاعده تخدم قاعده نستناو في المصادقه عليها concernant tout ce qui est hybride et électrique باش تخدم certainement secteur باش تخدم les consommations في تونس باش نسيروا العصر ما بين البلدان الكل donc le produit y est Inch'Allah pour très bientôt, on verra des Suzuki en hybride et en électrique, Inch'Allah fait tout ça. Inch'Allah, l'infrastructure fait tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Les bornes, oui, oui, les oui. motos Suzuki. والله لي موتو سوزوكي هي بون هي احنا ما حكيناش على لا مارك معناتها لا مارك بيدها بكري سوزوكي اللي فوندي ان 1909 سا في بلوس كو 100 ans d'existence dans le monde entier سوزوكي elle a démarré avec monsieur Masuo Suzuki lorsqu'il a créé la boîte c'était une boîte de confection de machines à coudre on bat en 1956 ça verrait le On a vu la naissance du premier moteur du premier moteur de temps. Bah t'as dit là-bas, t'as dit Suzuki les motos. Exactement, les motos. بلات بلي موتو ومن بعد تعدات للكراب لي موتو سي بون احنا في كاربور سوزوكي سي لو كونسيسيونير دي زوتوموبيل اونيكمون لي موتو اكزيست اوسي سي شي ان اوتر زاد كونسيسيونير في تونس اليوم سي بور لي موتو سينون زاد كيف كيف زاد سوزوكي لي سبيسياليزي دون لي موتور دور بور ميرسي نشكروك سير ادبكار ديريكتور كوميرسيال كاربرو سوزوكي في تونس نذكركم اللي بعد شويه باش نحكيو في الكونسي اوتو راديو على لي زامورتيسور وقتاش لازم نبدلوهم توا نخرجوا فاصل وراجعين اي اف ام تحط على ذمتكم بي في اي اف ام ميني فوت من 9 لنص الليل نجيكم مدام ليلي في استرو ليلي اعرفوا ايش تخبي لكم النجوم والكواكب رقم وحيد 31 380 الف اي اف ام احلى راديو اي اف ام كل احد من 9 للعشرة متاع الصباح اخر اخبار الميكانيك والسيارات مع ميلا بن يوسف في اي اف ام اوتو راديو جديد في اوتو راديو ما زلتم مواصلين معنا حتى للعشرة نذكركم اللي تنجموا تجاوبونا على سونداج على الفيسبوك والانستغرام تخير تركب في تاكسي جديده ولا تاكسي قديمه توا نتعداو تو سويت للكونسي اوتو راديو مع محمد دونك محمد اليوم باش تحكي لنا على ليزامورتيسور وقتاش نبدلوهم دوري دو في نتاعهم بالكيلومتراج بالعوام كيفاش En fait, Lyomila, je ne fais pas kiffer, je n'arrive pas l'état d'usure par les amortisseurs obtenus. Et Haja, c'est très simple. En fait, femme trois tests, je m'en ai amené au mois à la carrière. Maintenant, je n'arrive pas
à peu près شنو هو الحاله تاع لي زامورتيسور تاعنا. لو بروميير سي ان تيست فيزوييل, انا نوقفوا الكهرباء في اسبا بلاصه مستويه ونشوفوا اسكو الكهرباء مايله من شيره ولا لا. هذه حاجه سهله ياسر اي انسان نجم يعملها. اونسويت فما نوتر تيست فيزوييل نجمو نعملوه, انو نطلو او نيفو دو لامورتيسور ونشوفوا نلقاو شي فما شي اون بوتيت فويت في الفيغان تاع الامورتيسور. هاكا تلقى في الوحده عندنا لي زيماج تاع يحطوهم. اونسويت فما نحسبوا هو الامورتيسور اللي في كومبوزي دان فيغان ودير به غوسور. احنا لازمنا نشوفوا من كل شيره من الكهرباء يبدا لو ميم نومبر دو سيركل في الغوسور هذاك. كان لا يقدر فما واحد مقطوع تلقى واحده ناقصه, هذه هي سبور لو تيست فيزويل. سينو نجمو نعملوا ان تيست ميكانيك اللي هي نجيو على الكوان تاع الكهرباء على الباغشوك ولا au niveau في الكوان تاع الليل وننزلوا على الكهرباء ونشوفوا الكهرباء يلزمها تهبط وقت ننزلوا عليها اون فيت ومن بعد تطلع ومن بعد او تهبط حتى ترجع للبوزيشن زيرو. اذا قعدت تعمل اكثر من هذوما اوسيلاسيون نفهموا اللي المختصر تاعنا بداو يتيبوا. ومن بعد عندنا فما ان تيست دو فريناج اللي هو بون هنايا سي ماهوش مش اوسي افيكاس ومش باش يكون واضح للناس الكل كيما التيست فيزويل والتيست ميكانيك اللي هما ساهلين باش نعملوهم ونجموا اي انسان نجم يعملهم وحده. تيست دو فريناج هو لو فيت انو نخرج نعملو ان ديماراج سيك بالكهرباء. نعملو ان ديماراج سيك بالكهرباء ونشوفوا الخشم الكهرباء يتهز ولا ونعملوا ان فريناج بالسياسة ونشوفوا الكهرباء خصو الخشم القديم نتاعها يهبط ولا هنايا ديجا اون فا افوار اون ايدي على ليتا دو زور كيف كيف تاع لي زامورتيسور. خاطر لامورتيسور يلزمو يكون له سوبل برشا وله ريجيد برشا. بعد بور لا دوري دو في ريال بور لي زامورتيسور ميلا اون فيت سي اون موين دو 80 à 85 000 كيلومتر. مي سي اون موين خاطر هذيا سا ديبون من واحد استعملت الكهرباء نتاعو كاين واحد مكسل الثنيه اللي يمشي فيها سي دي بيس ويهز ولا يهز حاجه ترزعن على الكهرباء لي زامورتيسور باش يتهريو ازرب. وكاين واحد اللي يعمل بلوس كيسات طويل وتغوت وكيسات نظاف وكل شيء وما يعبيش عليها دي شارج امبورتون في الكهرباء لي زامورتيسور باش يشدوا اكثر. بعد عنا باش نفهموا علاش حنا هذه الكل خاطر لي زامبورتيسور عندهم حاجه تري امبورطونت بالنسبه للكهرباء. بروميرمون سي لو كونفور خاطر يزابسورب لي شوك اللي تعرض لهم الكهرباء في الكيس. من بعد سي لا ستابيليتي, ما نحسوش الكهرباء تعمل كي الفلوكه في الكيس كي زامبورتيسور تاعنا باهين الكهرباء ما تعملش سان في باتو هذاك ما نحسوش حتى مع الواحد يبدا مرتاح في الكهرباء. فما لا توني دو غوت لا قد تعمل ان كود فولون الكهرباء ما تهربش بيك كيبدا اذا مختصر طايبين فما ريسك الكهرباء تهرب. وفما فما لي زامورتيسور عندهم اون انفلونس ميم حتى على لي ديستانس دو فريناج. كيبداو لي زامورتيسور طايبين ديستانس دو فريناج دو سيكوريتي تكثر. دونك افوار دو بون زامورتيسور حاجه مهمه. وفما حاجه اخرى زاد حكينا عليها ديجا انه كان نبدا لي زامورتيسور تاعنا طايبين سا اكسيليغ التهريه تاع العجيلي تاعنا. دونك هكا هذايا نورمالمون فهمنا ابوبخي شنو هو الغول تاع لي زامورتيسور وعلاش كيزمنا نفهموهم. دونك جينيرالمون بور شانجي لي زامورتيسور نجمو نعملو لي تيست هذوما. اذا ماناش مقتنعين نجمو نمشيو لل ان سبيسياليست وهو ينصحنا شنو هي. مي لو بلوز امبورتون اون نو شانج جامي امورتيسور وحده, ديما نبدلوهم بالزوز 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 قدامين ولا زوز تورين ولا اوبيرا بيتا الاربعة. كيف تبدا الكهرباء جديده وصار مشكل فيها امورتيسور واحد ما نجموش نبدلو واحد كهاو؟ كهرباء جديدة هي كيسيون نجمو نجاوبو بها بإي ولا. كان باش نقولو كهرباء جديدة تاع واحد خرج كهربته اليوم من عند الكونسيسيونير وعمل لاكسيدون دخل في تروتوار ترشق لامورتيسور وهذاك باش يصلح. نجمو هوني نجمو نقولو اون بو سو بيرميتر باش نحيو لامورتيسور المهلوك ونبدلوه. مي كهرباء عاملة ديجا 20,000 ولا 15,000 كيلومتر ومجيبش تهلك لنا امورتيسور جينيرالمون حن الميم لي كونسيسيونير ولا اللي باش يصلح لك يقول لك راه نبدل بالزوز. وهما جينيرالمون حتى في الفونت يتبيعوا بالزوز لي زامورتيسور. علاش؟ على خاطر كان باش تركب واحد جديد والاخر دو لوت كوتي عامل ديجا 20 ولا 15000 كيلومتر هما باش نقولوا مش برشا باش فما ديزيكيليبر. دونك غدوه تحب تثبت ديجا انت باش تلقى فما كهرباء الكهرباء مايله فما واحد يوزي اكثر من الاخر. دونك جينيرالمون نبدلوهم بالزوز, سوا زوز قدامين مع بعضهم زوز تيرين مع بعضهم ولو اللي واحد يبدل الاربعه مع بعضهم. فما انواع في لي زامورتيسور؟ لي زامورتيسور كل كهرباء يركبوا عليها لي زامورتيسور تاعها. وجينيرالمون باش نمشيو اون سيغ باش نركبوا لي زامورتيسور اللازمين للكهرباء تاعنا نتبعوا لي نيميرو تشاسي والكهرباء اللي موجود على الكارت غريز. ما تنجمش تبدل نوع اخر؟
يعني مش كيما اللي موجودين في الكارت غريس. لا مش نمشيو من مخنا نبدلو حاجه صعيبه سي هكا ندخلوا في لي موديفيكاسيون وهذايا لازم يكون سويفي باغ ان كونسيير باغ ان اكسبير خاطر شانجي ان امورتيسور سا سا انفلو كيما قلت لك على برشا حاجات على ستابيليتي. شنو على شنو ياثر؟ يعني قلت كيما كيفاش تحس الفرق معناتها اللي هي دوريجين ولا لا؟ انت تحكي على الامورتيسور دوريجين ولا موش دوريجين. امورتيسور دوريجين بعد ولا موش دوريجين شكون ديفيرونس تاعهم في الدوري دو في وهو السوم يعطي بعدك اون كاليتي وابسوربسيون تشوك. ما تنجمش تفيق بيه امورتيسور دوريجين ولا لا من الاول اللي راكب في الكهرباء باش يكون سيغ؟ لا لا اللي كيف بدلته معناتها كي تبدلوا انت بالسوم مش تعرف ديجا اللي هو امورتيسور دوريجين ولا لا. و جينيرالمون مانيش باش تلقى برشا ديزامورتيسور ادابتابل على برشا موديلات تاع كراهب. فهمتني؟ اما جينيرالمون امورتيسور ديجا بالسوم تعرف اللي هو سي امورتيسور دوريجين وما هو جينيرالمون حتى موش دوريجين ما ممكن ميم با يركب البوزيسيون تاعو ما يتحطش الشمله في ما يجيش في بلاصتو. ياثر على الكونفور نتاع ياثر على الكونفور على ستابيليتي كيما قلت لك حتى على توني دو رود دونك سي بلوس كيستيون دو سيكوريتي راه امورتيسور ما لازمناش نحقروه. ميرسي محمد. نذكركم اللي تنجموا تتفرجوا على الكونسي اوتو راديو على الباج فيسبوك راديو اي اف ام ولا على اي اف ام تي في على اليوتيوب. نذكركم زيدا اللي تنجموا تجاوبونا على سونداج اللي تلقاوه على الفيسبوك وعلى الانستغرام. تخير تركب في تاكسي قديمه ولا تاكسي جديده. توا نخرجوا بوب وراجعين. Le Mac du week-end, il y a Joël Confimos, Moussé, Bamaya et Nahal Al-Khalsi ou toute mon équipe de choc. Il y a tu comme Nassa, Ahfes Saha, Tarbia ou le coaching, des astuces pour le beauté, la mode ou le cuisine, les bons plans, le laï, l'alcool, ou qui m'a cool week-end, qui l'a donné à la marque de Tonsei Ajida. Tout ce qui est taille et barre tendance, je coupe chez Fedo. Donc, allez, je tiens. Tu sais, moi, je suis allé à la ماركة جديدة دونك هذايا أبل اللي عنده ماركة ويحب يجيب حدنا نزيدي بات حتى لي غوشيرش الكل قلة النوم هو اللي يخلي المرأة تسمن يخلي شعرها يتيح يخليها ستريسي هو راح من القهوة تكحلوك القحرة وتسكر الباب خلي راجل يتفرهد في القهوة على روحه وامشي اربح نومتك وفي الويكاند هاكا شيخ امشي وراجلك لا انا على ذاك تو انا قاعد نكتب بليك باش كل واحد باش نجيب له الحجر نتاعي En fait, il faut toujours comparer les vitamines à un match de football. Hey, qui fait? Ils me l'ont bien le coup fait terre. Le Mac du week-end, saison 7, نهار 6 لحد من 10 نص نهار على EFM, أحلى راديو. سمعة هذه مع ناتيلي تمتع بالبرومو وذوق الشوكولاتة الأصلية على كل أربع كعبات ياغورت ديسير شوكولا ليجوا مونتاني دو غو خذ الخامسة بلاش. ميلا ما تفلتش الفرصة باش تتمتع بالجام ديسير متاع ناتيلي. عرض صالح لغاية 31 ديسمبر. ناتيلي بمحبة. يفن أحلى ضحكة. مدام. بربي خليش كشيك. عزيزك. إيه. لحلحت بيه قلت له عندك شي حويجة تحب تخليها عندك شي كذا ما حبش ضحكة. قديدة. إيه هكا. ما تقوليش الشايب اللي جس بيه عزيزك. بربي سؤال. عزيزك من شيرة بوك ولا عزيزك من شيرة أمك؟ هذيك عزيزي يقول لي عزيزتي وانا نقول له عزيزي. انتم تسمعوا في اوتو راديو من 9 ل 10 متاع الصباح مع ميلا بن يوسف. ماك دو ويكاند افيك سون ايكيب دو شوك من مليساتين المطلثة جيهان بن عبد الله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبيونال الانترفيو. من مطلثة للخمسة أخبار وكواليس الميني فوت تسمعوها حصريا على EFM مع حمزة المغيربي في EFM ميني فوت. من التسعة لنص الليل نجيكم مدام ليلي في أسترو ليلي. أعرفوا إيش تخبي لكم النجوم والكواكب رقم وحيد 31 380 ألف. EFM أحلى راديو. EFM كل أحد من 9 على 10 متاع الصباح آخر أخبار الميكانيك والسيارات مع ميلا بن يوسف في EFM أوتو راديو. من 10 لنص نهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماك دو ويكاند افيك سون ايكيب دو شوك. من مليساتين المطلثة جيهان بن عبد الله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبيونال الانترفيو.
من الثلاثة للخمسة أخبار وكواليس الميني فوت، تسمعوها حصريا على إيفام مع حمزة المغيربي في إيفام ميني فوت. من 9 لنص الليل جيكم مدام ليلي في أسترو ليلي، أعرفوا إيش تخبي لكم النجوم والكواكب، رقم وحيد 31 308 8000. إيفام أحلى راديو. إيفام كل أحد من 9 للعشرة متاع الصباح آخر أخبار الميكانيك والسيارات مع ميلا بن يوسف في إيفام أوتو راديو. من 10 لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماك دو ويكاند افيك سون إيكيب دو شوك. من مالي ساعتين الماء ثلاثة جيهان بن عبد الله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبيونال الانترفيو. من ماء ثلاثة للخمسة أخبار وكواليس الميني فوت، تسمعوها حصريا على إيفام مع حمزة المغيربي في إيفام ميني فوت. من 9 لنص الليل جيكم مدام ليلي في أسترو ليلي، أعرفوا إيش تخبي لكم النجوم والكواكب، رقم وحيد 31 308 8000. إيفام أحلى راديو. إيفام كل أحد من 9 للعشرة متاع الصباح آخر أخبار الميكانيك والسيارات مع ميلا بن يوسف في إيفام أوتو راديو. من 10 لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماك دو ويكاند افيك سون إيكيب دو شوك. من مالي ساعتين الماء ثلاثة جيهان بن عبد الله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبيونال الانترفيو. من مات ثلاثة للخمسة أخبار وكواليس الميني فوت، تسمعوها حصريا على إيفام مع حمزة المغيربي في إيفام ميني فوت. من 9 لنص الليل جيكم مدام ليلي في أسترو ليلي، أعرفوا إيش تخبي لكم النجوم والكواكب، رقم وحيد 31 308 8000. إيفام أحلى راديو. إيفام كل أحد من 9 للعشرة متاع الصباح آخر أخبار الميكانيك والسيارات مع ميلا بن يوسف في إيفام أوتو راديو. من 10 لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماك دو ويكاند افيك سون إيكيب. مرحبا بكم من جديد في أوتو راديو، ما زلتوا مواصلين معنا حتى للعشرة. نذكركم اللي تنجموا تجاوبونا على سونداج على الفيسبوك وعلى الانستغرام، تخير تركب في تاكسي جديد ولا قديم. توا نتعديو للفورمولا للميكا اكتو مع جاسر. الو ميلا، اليوم باش نبداو نحكيو على الكورس اللي صارت الجمعه اللي فاتت واللي هي الجوله الاخيره في السيزون هذيه اللي دارت في ابو ظبي في الامارات. دونك الجوله هذه كانت فيها مفاجاه ساره، وين رينا الفيكتوار نتاع ماكس فيرستابن من ريد بول، هي الفيكتوار الثانيه ليه في السيزون هذيه، واللي نجمو نقولوا يعني قص على الهيمنه نتاع المرسيدس. المرسيدس هي عندها من 2014 حتى 2019 هي اللي ديما تربح في ابو ظبي. مرسيدس بويسكو كيما قلنا من 2014 هي اللي يعني ديما تربح في الكورس هذيا بوندون سيزون. سنه رينا فيرستابن يعني ربح الكورس، يعني حاجه اكسبسيونيل على الاخر وفرحت برشا عباد، بويسكو يعني كانوا فما 4 فيكتوار لويس هاملتون، فيكتوار نيكو روزبرغ، و فيكتوار لفالتيري بوتاس. يعني الحمد لله اونفا بعد سيزون رينا هكا شكون ينجم هكا يقص شويه الهيمنه نتاع المرسيدس في ابو ظبي. في الدوزيام دونك في الدوزيام بلاس نلقى فالتيري بوتاس من المرسيدس، تروزيام بلاس لويس هاملتون، الكاتريام بلاس و سانكيام بلاس رينا حاجه باهيه على الاخر اللي هي المكلارن. المكلارن رينا لاندو نورس في الكاتريام بلاس و سانكيام بلاس كارلو ساينس. الكورس هذه كانت ان بو سبيسيال بويسكو هي الاخرى لسيباستيان فيتل مع الفيراري. بعد 6 مواسم قضاهم بدون تحقيق بطوله العالم، نجم نقولوا حاجه خايبه على الاخر، خاطر هو جاء على اوبجيكتيف مهم ياسر انه باش يرجع لي فيكتوار ولي تشامبيونشيبس الفيراري، مي ما صارش هذا. يعني قعد سيزون نجم نقولوا بدون تحقيق حتى لقب. ونقعدوا نستناو من 2007 كان اخر لقب الكيمي رايكنن مع الفراري، يعني بريسك توا 13 وما ريناش حاجه من الفراري. ان شاء الله نقولوا في الفيوتشر ان شاء الله ترجع لنا الايرا نتاع مايكل شوماخر. دونك خرج هو سنة اخر عام شيخو في بلاستو كارلوس ساينز. كارلوس ساينز اللي هو كان في المكلارن سنة واللي هو تيم بلاير على الاخر، واللي ان شاء الله باش نراوه يعاون لوكلير عام الجاي
باش هكا يحاولوا يقربوا في المنافسه للمرسيدس. دونك زيدا هذه كانت اخر كورس لسيرجيو بيريز مع ريسينج بوينت اللي كان ربح سخير جران بري، واللي حكينا الجمعه اللي فاتت انه ما عندوش ان كونتخا العام الجاي. مي فوندردي يعني ديرنيي تاكدت الخبر انه عم جايبش الراو في الريد بول. دونك عم جايبش الراو ان ديو قوي ياسر ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز. دونك ان شاء الله باش الراو يعني يقربوا ياسر للمرسيدس، يقربوا ياسر للمرسيدس، وباش تولي هكا فما منافسه بوسكو الفراري بعيده شويه. دونك الراو عم جاي ريد بول مرسيدس، يعني هذا اللي متاكد منه. زاد الكورس هذه كانت الاخرى لدانيال ريكاردو مع رونو اللي باش يمشي للمكلارن، واللي باش نراو في بلاستو البطل السابق اللي هو فرناندو الونسو. فرناندو الونسو بعد ما اعتزل باش يرجع ان شاء الله عام الجاي مع رونو. ديجا هو دخل في البري تيستينغ وبدا يتستي في الكهرباء نتاع عام الجاي، اللي كيما نعرفوا يعني كان هو الشامبيون، يعني هو الشامبيون كان في 2005 و2006 مع رونو، يعني نجمو الحقبة الزمنية تحفون على الاخر اللي كانت تاع رونو نجم ترجع معاه ان شاء الله عام الجاي، بويسكو فما ديفلوبمون قوي ياسر في الكوتي نتاع الموتور، وان شاء الله راهو حاجة باهية منه ان شاء الله. زاد كيفن ماجنسون باش يغادر فريق الهاس، وباش ياخذ في بلاصتو ميك شوماخر ولد الاسطورة مايكل شوماخر. دونك عليه امال كبيرة انه باش يكمل يخلي البصمة كيما نتاع بوه، صحيح ومازال صغير في العمر، ما يعني عنده يعني هكا الوقت الكامل باش يوري المهارات نتاعو، باش يكون بوه فخور بيه اللي حتى يفيق من الغيبوبة. والله الحقيقه صحيح، يعني لتوا مازلنا اخبار وما عناش الحقيقه، تحس مخبيه الحكايه على الاخر، مانيش عارفين والانتقام الغيبوبه ما يحبوش يقولوه. والله نفرحوا على الاخر، او خاطر يعني مايكل شوماخر يعني حياته كامله يعمل في لي كورس ويسوق في 350 وما صارلوش ان اكسيدون، مي على غالب جاي هكا في سكي، يعني الله غالب كاتب له ان شاء الله يفيق ان شاء الله، خاطر الحقيقه اون ليجوند والناس الكل تحب، وانا يعني كيما نقولوا نتاع الصغرى، يعني الناس الكل مايكل شوماخر، شكون ما يحبش مايكل شوماخر؟ انا نحب مايكل شوماخر، انا بدي نحب. ولا محاله كان يفيق ويشوف حالة في فيراري في البيت يرجع بالحق صحيح. دونك موسم 2020 كان تري سبيسيال، بويسكو كانت هذه ليديسيون رقم 17 رقم 70 في تاريخ الفورمولا 1، وزاد بسبب جائحه الكورونا، وين بدايه الفورمولا 1 اجلت من مارس لجويي، وتلعبت في سيركوي النمسا في عوض كيما جرات العاده في ميلبورن في استراليا. زاد نقص عدد الجران بري من 22 ولا 17، ورينا برشا دي كورس نحاو كيما تشاينيز جران بري، موناكو جران بري، وسنغافور جران بري، واللي جران بري الكل تاع قاره امريكا اللي غادرونا مالوغوزمون سنه، مي ان شاء الله عم جاي يرجعوا. زاد عام سنه رينا دي سيركوي جدد كيما ايمولا في ايطاليا وبورتيماو في البرتغال، يعني رينا حاجه باهيه وحاجه خايبه، يعني من الكورونا رينا دي سيركوي مش كله خايب اكزاكتومون، رينا دي سيركوي اللي ما عمرنا ما كنا نتصوروهمش يدخلوا الفورمولا 1 كيما ايمولا في ايطاليا، كيما تركيا زاده تركيا رجعت خساره هي كانت بالجمهور في تركيا، يعني كانوا يستناو فيها برشا، خاطر نعرف عباد من تركيا كانوا يستناو ياسر، كانت من الاول الحكومه وافقت عليها بالجمهور، مي قبل هكا 4 جوغ يعني سي انيولي خساره لعبت ويكلو، مي كانت لهم باش تكون فرصه تاريخيه يعني في تركيا الفورمولا 1. زاد في نهايه يعني السيزون تاع هذيا كان لو فانكور العاده اللي هو لويس هاملتون اللي ربح البطوله كيما حكينا المره اللي فات ب 11 فيكتوار في السيزون هذيا، وعادل كيما قلنا رقم الاسطوره مايكل شوماخر بسبع القاب. دونك نجم نقولوا عام الجاي هو في طريق مفتوح نحو البطولة الثامنة لي، واللي نتصوروا فما يعني برشا أخبار هكا تدور أنه باش يعتزل العام الجاي بيسكو 2022 يدور لي يستنى حتى ليني حتى من الرقم القياسي نتاع مايكل شوماخر ومن بعد يعتزل اكزاكتومون، سي بلوز انتيليجون على الاخر، اي ما شاء الله ما يعملش نفس الغلطة ومن بعد يدور ويعاود يرجع كيما عمل شوماخر، وذيك تكون غلطة كبيرة ياسر في الكارير بتاعه. الحقيقة ما نتصورش على خاطر كيما نعرفوا الناس الكل 2022 باش تبدل قوانين الفورمولا 1 الكل، تو ان شاء الله نحكيو عليها في شنو اللي باش يتبدل؟ باش يتبدل يعني الايروداينامكس نتاع الكهرباء، تشاسيز، لاجيل، يعني باش تبدل بريسك كل شيء، يعني باش تبدل ديزاين تاع كهرباء الكل باش يقربوا الكراهب لبعضهم، خاطر تنفسر المشكل توا نتاع الفورمولا 1 علاش ما عادش كيما قبل اللي كانوا لي كورس قراب ياسر، كان عادي واحد هكا من الديزيام نوفيام يربح ان فيكتوار، خاطر توا الكراهب يقربوا لبعضهم ياسر، الكهرباء القداميه تولي تسيب هواء يعني كيما نقولوا متلوث، الهواء المتلوث هذاك ياثر ملوث. على الهواء الملوث هذاك الله غرب العربيه دونك الهواء الملوث هذاك
يعني يخلي الدوري دو في نتاع العجيل القدامين ينقصوا وكي ينقصوا الدوري دو في نتاعهم ما عادش فما تماسك مع ارضيه الحلبة دونك يولي البيلوت خايف ما يقربش ياسر خاطر نجم كهربته ربي يعني ايزي كيما نقولوا ويخسر كل شيء دونك ان شاء الله عام جاي 2022 مش عام جاي باش نراو قوانين جديده باش نراو منافسه كبيره ياسر اللي تنجم هي تنهي كيما نقولوا المرحله القويه اللي تعدات بها المرسيدس توا باش نعطيو الكلاسمون فينال نتاع سيزون 2020 كيما قلنا لويس هاملتون كان لو فانكور ب 347 نقطه فالتيري بوتاس من المرسيدس زاد 223 نقطه اكثر من 100 بوان فارق بينه وبين لولين يعني بشرى الهيمنة الكاملة لويس هاملتون في السيزون هذية ماكس فيرستابن من ريد بول 214 نقطة اللي مستنسى نلقاو يعني سيباستيان فيتل هو يا الثاني يا الثالث الغرب فراري سناب مشاكل الموتور ما كانتش يعني موجودة رقينا كاتريام بلاس سيرجيو بيريز من ريسينج بوينت ب 125 نقطة نحب نحكي حاجة على الريسينج بوينت اللي هي سنة شريت الكهرباء القديمة متاع عمناول متاع المرسيدس هيك علاش شرينا في الكاتريام بوزيسيون صارت عليها برشا مشاكل حبوا يعاقبوها يعني عملوا عليها كومبلاينتس التيمز الاخرين ما في الاخر نحولها كلكو بوان ما عندهمش الحق يشريوها ما عندكش حق تشري كهرباء كامله عندك الحق تاخو موتور تاخو ان ديزاين اما باش تاخو كهرباء كامله هما سماوها البينك مرسيدس هي خاطر لونها روز الريسينغ بوينت يعني الكهرباء نتاع 2019 كامله خذوها كيما هي خذوها كيما هي هذاك علاش رينيو في الكاتريام بلاس اللي هما ما كانوش يعني كانوا ديما الاخر قبل الاخرانيين نقول وفي سانكيام بلاس دانيال ريكاردو من رونو ب 119 نقطة هذاك علاش حكيت فرناندو الونسو عم جاي باش يرجع للرونو دونك نجموا عم جاي راهم حتى في تخوازيام بلاس رونو يرجعوا لك الحقبة التاريخية نمشيو توا للي كونستركتور المرسيدس كما قلنا ب 573 نقطة في المركز الأول الريد بول ب 319 نقطة المكلارن في التخوازيام بلاس 202 نقطة الكاتخيام بلاس ريسينج بوينت ب 195 نقطة وفي السانكيام بلاس نرقاو الرنو ب 181 نقطة وهكا نكونوا كملنا سنة مع الفورمولا 1 توا باش نتعداو لتونس وين تلعبت لحد اللي فات لا دوزيام مانش من تونيزيا تشالنج في البلفيدير وين رينا حصول وليد معزوز على المرتبة الأولى المرتبة الثانية عن نسيم سعد وفي المرتبة الثالثة عماد سماوي نحب نذكر مستمعينا اللي اليوم باش تلعب لا ثوازيام مانش من تونيزيا كار تروفي مع العشرة تاع الصباح في هركلة مرسي جسر ما عادش فما فورمولا شوف باش تحكي لنا جماعة جاي ان شاء الله ان شاء الله فما باش نلقاو فما حاجة جديدة بيان سيغ بيان سيغ مرسي جسر نذكركم اللي تنجموا تعاودوا تتفرجوا على الحوصلة نتاع الفورمولا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام ولا على اليوتيوب على اي اف ام تي في نتاو نذكركم بالريزولتا نتاع السونداج تخير تركب في تاكسي جديد ولا قديم 55% قالوا قالوا جديد و45 قالوا ميسيرش ما يهمنيش معناتها نطلع في اي تاكسي محمد انتش تعمل الحق تاع ربي نستنى حتى كندا مزروب نستنى حتى نتعدى تاكسي لا حتى نتعدى تاكسي جديد شنو الفرق كي تبدا حتى كي تبدا مزروب والله حتى كي نبدا مزروب ساعة بور دي ريزون سيكوريتي بجولي ساعة بالكهرباء ما تهنيش صحيح انا بدي نفس الحكايه الحقيقه تعدى عادي تاكسي قدامي تبدا هكا تنيمه شويه ما نطلعش نقول نقعد نستنى هكا ترسي التاكسي باهي واحد باش يعمل لك Enjoy the ride كما نقول Enjoy the ride هكا وصلنا لاخر اوتو غاديو ميرسي امين ميرسي كنزة في ديجيتال ميرسي علي عرعود في الاعداد ميرسي جسر عايشك ميلا ميرسي محمد عايش. هكا وصلنا لاخر اوتو غاديو كنت معكم ميلا بن يوسف نتمنى لكم بون جورني ونقول لكم نتقابلوا جمعه جايه في نفس الوقت